يا صباح الفل على كل مشاهدينا، مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان. وأهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم القهوة. احنا يعني أقدر أقول لكم إن هي ما تكونش حلقة جديدة على قد ما هي هتكون حلقة فاصلة ما بين موسم منتهي وموسم هيبدأ إن شاء الله. الموسم المنتهي كان بداية تعارفنا بيكم من خلال شاشة الصحة والجمال. حاولنا بقدر إمكاننا احنا نجتهد نقدم لكم محتوى كويس، حاجة جديدة، حاجة مفيدة. إن شاء الله مع بداية السيزون الثاني أو الموسم الثاني بإذن الله هيكون في حاجة مختلفة، محتوى مختلف، حاجة تليق بالعقلية المصرية، مواضيع تهمنا كلنا، مشاكل تخصنا كلنا كمصريين وكأسر مصرية. هنحاول نواكب التطور الفكري والعقلي اللي ساير في وقتنا الحالي، وده كله إن شاء الله هيكون في خلال الموسم الثاني من برنامجنا. خلونا النهاردة كده إن شاء الله هقول لكم هنتكلم في إيه لغاية ما ضيفتنا إن شاء الله تشرفنا. إحنا هنتكلم النهاردة في حاجة تخص الأسرة المصرية، موضوع التأخر اللغوي أو ومشاكل التخاطب. الحاجات دي في بقينا كتير بنعاني منها كأسر مصرية، بقينا كتير بنعاني منها. أطفال عندنا بقى عندها مشاكل لغوية، مشاكل في التخاطب، مشاكل في التأخر العقلي والذهني والتفكيري وحاجات كتيرة جدا. ده بيبقى ليه يعني جزء تشخيصي علاجي وجزء نفسي، وده إن شاء الله اللي هنعرفه من خلال ضيفتنا الأستاذة شهيرة جمال، أخصائية التخاطب والتأخر اللغوي. وده اللي هيكون هنبدأ فيه إن شاء الله من بعد فاصل اللي احنا هنطلعه وهنرجع لكم تاني على طول، استنونا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نكمل حلقتنا لغايه ما ضيفتنا تشرفنا كده. واضح ان في مشكله مرورية ولا حاجه معاها. احنا هنتكلم النهارده عن موضوع التخاطب. لازم في نقطه مهمه جدا محتاجين نتكلم فيها، اللي هي ايه بقى؟ التعامل الطبيعي والصحي والطب السليم مع اطفالنا في البيوت. ممكن تكون انا من وجهه نظري هي هتشخص لنا طبعا الموضوع بشكل علمي اكتر، لكن انا من وجهه نظري ان الموضوع هيكون ليه علاقه اكتر بالتعامل او النفسيه، نفسيه الطفل في تعامل والده ووالدته معاه في البيت هيكون شكله ازاي وعامل ازاي وطريقته عامله ازاي. هل لو الطفل غلط في حاجه هنبدا نعنف فيه ونعاقبه ونخوفه ان هو بعد كده الطفل هيبدا تحصل له اضطرابات معينه، مشاكل نفسيه، هيخاف يصارحنا بالمواقف اللي بيعملها او المشاكل اللي بيقع فيها، وبالتالي احنا هنكون في وادي وهو في وادي. اعتقد يعني اعتقد من وجهه نظري ان هو ده عامل مهم جدا من مشاكل التاخر اللغوي او مشاكل التخاطب عند الاطفال. كمان من 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 الناحيه الاسريه اعتقد ان الاب والام ليهم عامل كبير جدا في ماشي. محمود، الو، السلام عليكم. استاذ محمود صباح الفل. صباح الفل على حضرتك. أزيك. بصراحه الموضوع التخاطب وبالنسبه للاطفال في معاملات سيئه الاب والام بيعملوها للطفل، ممكن تعمل عنده نوع من انواع الايه، تاخير في الكلام، يشعر بانهزام في النفسيه، فتلاقيه فعلا ضعيف وحاسس فعلا بالخوف دايما. حضرتك تمام. فلازم يبقى في مثلا ود ومحادثه ما بين الطفل ووالدته ووالده، بالذات يعني في اطفال كتير بيحصل لها يعني ممكن توصل لدرجه الخرف يعني. طب انت استاذ محمود من وجهه كبيره فعلا من وجهه نظرك، نعم. يعني الاب والام بيبقى ليهم عامل مهم في الموضوع ده ولا الموضوع ده طبي بحت؟ لا، هو طبعا الاب والام لهم بيساعدوا الطب في ان هم يعني ايه، ان هم يشفى من الحاله دي اصلا، لان يعني دي يعتبر حاله. خد بال حضرتك، اذا ما كانش الاب والام متابعين مع الدكتور وتعاملهم مع الطفل بشكل سليم بشكل سوي، ونوع من ان هم يدوا للطفل مصداقيه ويدوا للطفل يعني نوع من الجراه والشجاعه، فده بيخلي الطفل عنده حس ان هو يعرف يتكلم كويس، اسلوبه يبقى كويس، تعامله يبقى كويس. معايا حضرتك؟ تمام. طيب، هي الفكرة كلها احنا دلوقتي بنتكلم، اعتقد الموضوع ليه شقين، يعني شق نفسي وده عامل مهم جدا على الاب والام والاسرة، وشق طبي تشخيصي ممكن يكون عامل وراثي، عامل في مشاكل لغوية هو اصلا الطفل مولود بيها، يعني في حاجات كده دي هنناقشها من خلال الاستاذة شهيرة، بس هي تشرفنا دلوقتي ان شاء الله. يعني اشكرك يا استاذ محمود. اشكرك.
زي ما قلت لكم ان الموضوع كله ليه شقين، كنفسي وطبي. كمان احنا عايزين نتكلم في نقطة تانية، ان انا كأب او انا كأم ما ينفع ليا دور مهم جدا ان انا اتابع طفلي اول باول، هل هو في تغيرات ظهرت عليه، هل هو في مشاكل بدأت تظهر عليه وما بقاش يحكي لي، هل هو كان يحكي لي ويجي يقول لي يا الله يا بابا ده كان بيحصل معايا 1 2 3 4 ورجع دلوقتي ما بقاش يحكي لي. طب لازم احنا نتابع، لازم احنا يكون عينينا على طفلنا، في تغيرات ظهرت معينه، هل في طباع معينه ظهرت على طفلي، هل في حاجات معينه ما بقاش يعملها بقى يعملها، كل ده عامل مهم جدا. مفروض الاب والام بيقوموا بدور الاخصائي النفسي واخصائي تخاطب واخصائي كل حاجه في البيت، لازم هم يحلوا محل الدكتور ولا العلاج النفسي او كل ده. ما ينفعش احنا نرمي الموضوع كله على العلاج النفسي او على الدكتور او نهمل الموضوع ونقول لما يكبر هيتعلم، الكلام ده غلط، لان كل ما بيكبر كل ما المشكله ما بتزيد. كل ده برضو هنحاول نلحق نناقشه مع حضراتكم من خلال ضيفتنا الاستاذه شهيره اللي هي لسه ما شرفتناش يعني، بس ان شاء الله لعله خير وتكون وصلتنا يعني. طيب هنطلع لفاصل وهنرجع لكم تاني ان شاء الله باذن الله تكون شرفتنا، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، واخيرا شرفتنا ضيفتنا الاستاذه شهيره جمال الشاذلي اخصائيه التخاطب والتاخر اللغوي. كان في مشكله مروريه تقريبا ولا حاجه، بس الحمد لله شرفتنا اخيرا يعني. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الفل، وشرفتينا في المره الثانيه في برنامج القهوه. طيب. وان شاء الله تكون حلقه بقدر الامكان نلحق نفيد الناس شويه بالموضوع المهم جدا اللي احنا اخترنا نتكلم فيه النهارده، وهو التاخر اللغوي ومشاكل التخاطب عند الاطفال وعند الكبار وعند الناس كلها. طيب. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ بدايه كده عايزين نعرف ايه هو التخاطب. التخاطب هو ما بيتقالش كده اصلا. طيب. بمعنى اوضح بيتقال ما هو علم امراض التخاطب. كويس. يعني هو مرض. أوه. علم امراض التخاطب هو المسؤول عن التواصل ما بين يعني الانسان، في التواصل في الكلام في اللغه، وهو مسؤول عن امراض اللغه وامراض النطق والكلام، امراض الصوت، امراض اضطراب البلع. ده طبعا بيبقى في طبعا في مجتمعنا في اطفال كتيره جدا، ظهرت مجموعه يعني من اطفال كتيره جدا قوي في المجتمع بتاعنا، ان دلوقتي بقى متعرضوا بقى مصابين بامراض التخاطب، اللي هو بمعنى ايه يعني، اللي بيحصل لهم خلل في النمو اللغوي ليهم من وهم صغيرين. فطبعا ده بيحصل لهم اعاقه في التواصل مع المجتمع، مع الفرد، مع اهاليهم، مع يعني اصحابهم، البيئه المحيطه بهم. بتعمل لهم حاجز يعني، بتسبب لهم حاجه زي الانطواء كده يعني. اعاقه في حياتهم الطبيعيه ما بينهم وما بين المجتمع حواليهم في البيئه المحيطه بهم. تمام. وطبعا هو التخاطب مش مقتصر على الاطفال بس. يعني مش مقتصر عليهم هم بس كده، لا ده كمان بيصيبوا الكبار. يعني هو مش مقتصر على الاطفال بس يعني. لا مش يعني مش بيصاب بيهم الاطفال بس، لا ده بيصاب بيهم كمان الكبار، يعني مش سن معين، الصغار والكبار الاثنين. تمام. نتيجه بقى حاجه حصلت مثلا كبار، اي حد كبير يعني، اي صدمه، حاجه مشكله مرضيه كده يعني. تمام. طيب الناس بس ما صبرتش معانا، مين مداخله؟ الاستاذه شاهناز. الو حضرتك. الو، ايوه صباح الخير. صباح النور يا استاذ عبد. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي. عايز اسال سؤال الاخصائيه شهيره. اتفضلي يا فندم. انا ابني لما بنادي عليه كتير بصوت عالي ما بيسمعني في البيت، بيبقى كلامه قليل جدا. هل كده هو متاخر في الكلام؟ تمام. لما بتنادي عليه لما بتنادي عليه يعني في البيت، لما بنادي عليه مش بيرد عليا غير لما بعلي صوتي قوي. بس هو يعني هو بيتكلم معاكي غير بس كلامه ايه؟ هو كلامه اتاخر. طيب. طب لما بتنادي عليه بصوت عالي هو بيرد عليكي؟ تقصدي كده؟ هو بيرد عليا بس بعد لما بعلي صوتي. تمام. طيب. هو كده
هنجاوب لحضرتك، شرفتينا. هو كده تقريبا هي مشكلتها ان هي مشكله سمعيه. سمعيه؟ ان الطفل ممكن يكون عنده فيه مشكله في السمع، ما بيسمعش ممكن يكون صوتها يعني. ممكن يكون في مشكله سمعيه، فهي المفروض اساسا ما اقدرش اقول ان الطفل متاخر لغويا او عنده مشكله لغويه في النطق او في النطق والكلام غير لما يروح لدكتور الطبيب المتخصص. كويس جدا. طبيب الانف والاذن والسمعيات هم اللي بيحددوا هل في مشكله في الاذن او في السمع، بيعمل له مقياس سمع الطبيب الانف السمعيات والانف والاذن هم اللي بيحددوا. لو الطفل فيه مشكله يبقى دي لازم يتعالج. فطبعا مش هيبقى في تواصل ما بين الطفل وما بين مامته او اهله في البيت. طبعا ممكن هي بتقول ان هو يعني لما بتنادي له بيسمع. معنى طيب. كده ان هو الطفل يعني المشكله دلوقتي داخله في تشخيص تاني خالص. ممكن طالما طيب. هي بتنادي عليه وهو بيرد عليها بس لما بتزعق. ماشي. لو قلت لك ان مشكله التخاطب ده عرض ولا مرض تبقى ايه؟ لا ما انا قلت في الاول هي ما هو اسمه علم امراض التخاطب، يبقى عرض ازاي؟ يعني مش عرض مرض يعني. لا هو مرض لانه علم امراض التخاطب. تمام. علم. فطبعا التخاطب ده مجال لو قعدنا نتكلم فيه للصبح مش هنخلص. معنا مين؟ استاذه؟ استاذه هاله اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اهلا الحمد لله. اهلا بيك. ممكن اكلم دكتوره شهيره؟ اتفضلي. اهلا وسهلا حضرتك. اولا بشكر الدكتوره شهيره جدا، حلقاتها بصراحه بتفيدنا جدا مع الاطفال بتوعنا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كنت عايزه اسالها بس، انا ابني عنده 2 ونص. تمام. ولغايه دلوقتي بيتكلم كلام بسيط، يعني كلام بسيط جدا. وحاسه ان هو متاخر في الكلام. فهل 2 ونص ده كده يبقى متاخر ولا لسه؟ تمام، شكرا لحضرتك. الاستاذه شهيره هتجاوب على حضرتك حالا دلوقتي. طب انا ما كنتش عارف الطفل ده حق بي. تمام. طيب هو لو طفلها المفروض 2 ونص، احنا ما نقدرش نقول ان هو متاخر لغويا، ما نقدرش نقول كده. يعني هو متاخر فعلا بس متاخر شويه، مش كتير. يعني السن ده طبيعي بالموضوع؟ لا هو السن المفروض سن النمو الكلام واللغه بيبتدي من سن 1.5 سنة. سنه ونص. انما هي بتقول سنتين. سنتين ونص. سنتين ونص هو يعتبر متاخر شويه. ما اقدرش اقول ان هو محتاج حاجه ولا تستنى عليه شويه. لا لا ما تستناش. هو المفروض لو هو بيروح حضانه او ما بيروح، لو ما بيروحش حضانه المفروض توديه حضانه. لو هو ما بيروحش علشان بس يبتدي يتفاعل مع زمايله واصدقائه ويبتدي يتلفظ بالكلام ويعرف وهناك يعني يعرف معنى الاشياء والحاجات. يعني المعلمين المتخصصين بتوعه هيعلموه دي ايه دي اسمها ايه، فهيبتدي يتكلم ويتفاعل معاهم. تمام. طيب بمناسبه التليفون ده، هو ينفع ان الام تبقى تحل محل الاخصائي اخصائي التخاطب في البيت؟ بالتاكيد طبعا. دي الام هي العامل يعني هي الام المعلم الاول لابنها في البيت. يعني دور الام معانا كاخصائي تخاطب ده دور ليها مهم جدا، يعني جدا كمان معانا له دور فعال. احنا الام طبعا لما بنبتدي مع الطفله في جلسات التخاطب بنبتدي نعمل عمليه ارشاديه للام. الاول بس يعني بس لو هي يعني هي مؤهله، لو مش مؤهله طبعا هيبقى صعب معانا، تبقى هي صعب معانا. احنا بنخلي الام انها بنعملها عمليه ارشاديه معانا ان هي يعني تحاول يعني تتكلم معاه، تحاول يعني تشتغل معاه ازاي في البيت. وطبعا احنا بنعمل العمليه الارشاديه اللي بنعملها للام ان هي اول حاجه ان هي لو عايزه تبقى بديل لينا في او كمعانا مش بديل معانا كاخصائي في البيت، ان هي المفروض احنا بنديها التعليمات تمشي عليها بالظبط. تمام. وتتجنب بقى ان هي لو عايزه تتعامل معايا بلاش اللغه الانجليزيه واللغه العربيه الفصحى، يعني عشان يعني. عشان الطفل هيتشتت معايا في الكلام. طيب فكده مش هي في حد على فكره على التليفون حضرتك تعرفيه جدا. انا مش هقول لك ونقول الو. الو السلام عليكم. يا صباح الفل. عليكم السلام ورحمه الله. كابتن اهلا كبير استاذ عوضي حبيبي. صباح الفل يا كابتن، اخبارك ايه؟ والحلقه الجميله مع قصه شهيره. الله يكرمك حسين. ازاي حضرتك اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله. حلقه جميله ومستمتعين بيها وضيفتنا ما شاء الله بتتكلم في موضوع مهم لا 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 انتوا الاثنين يا كابتن، يعني سواء حضرتك او الاستاذه شهيره مصدر معرفه قوي جدا في المجال والتخصص ده. يعني حبيبي يا حبيبي، ان شاء الله نكون مع بعض قريب باذن الله. اهلا بيك يا استاذ كريم حسين. اهلا بصباحك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.
طيب موضوع حلقتنا التأخر اللغوي، ايه بقى؟ ايه هو التأخر اللغوي؟ هو تأخر الطفل عن نموه الطبيعي في اللغة والكلام عموما. حلو. طبعا احنا هنا بنقسم اللغة لقسمين، قسم تأخر نمو لغوي ابتدائي اللي هو الطفل اصلا ما تكلمش خالص، كويس، ده بنسميه تأخر نمو ابتدائي. تأخر نمو لغوي ثانوي ده يعني اتكلم فعلا بس حصل له مشاكل، هي يعني حاجة بنسميها العي. العي دي فقدان ما بعد اكتساب اللغة. العي فقدان ما بعد اكتساب اللغة، يعني هو اكتسب اللغة فعلا وحصل له حصل له مشاكل بقى ايا كان بقى المرحلة العمرية ايه بقى، 6 سنين 7 سنين يعني اكتمال اللغة لحد 7 سنين. طبعا ممكن يكون بقى في فترة ما بعد كده حصل له مشاكل زي مشكلة مثلا طفلي مثلا حصل له نزيف حاد في المخ، حصل له مثلا يعني ده طبعا بيأثر على اللغة بتاعته. طيب. حصل له غرق لا قدر الله، طبعا التنفس حصل له مشاكل في الاكسجين طبعا بتاع المخ برضه حصل له تاخر لغوي. ماشي. نقدر نقول اسباب نعد كام نقطه كده يا استاذه شهيره نقول فيها اسباب التاخر اللغوي؟ تمام. لا هي اسباب كتير جدا بس احنا هنقول اهمهم. اهمهم يعني اول حاجه بتبتدي ما قبل الولاده والطفل جنين في بطن امه. يعني بيبقى اثناء الحمل الام بتاخد طبعا مثبتات كتير، العقاقير طبعا، المسكنات، ممكن لو الام مدخنه برضو ده بيأثر على الجنين في بطنها طبعا بيعمل تأخر لغوي. لو الام بتاخد الكحوليات اي نوع من الادمان بمعنى اصح يعني دي كلها مسببات. لو الام برضو حصل لها برضو انها ارتفاع في درجه الحراره توصل ل 40 درجه الحراره 40. لو الام مثلا يعني فوق ال 40 كمان دي كلها ان هي دي مسببات ما بنسميها ما قبل الولاده. بعد الولاده بقى طبعا بعد الولاده حاجات بقى بنسميها مسببات بيئيه، الحاجات المحيطه بيه يعني مثلا المشاكل الاسريه، التعنف مثلا مع الطفل، الام مثلا بتتعامل معاه بطريقه عنيفه، تجاهل الطفل دايما يعني الاسوء على طول هو التعنف باستمرار معاه. تمام. طبعا تجنب يعني دي كلها مشاكل بتؤدي طبعا للتاخر اللغوي. التلفزيون طبعا، اللاب والموبايلات طبعا. طب بصي بقى يا استاذ شهيرة، نقطة أخيرة كده، النصيحة اللي ممكن تقدميها للأم وخلاص تواجه المشكلة دي ازاي بإيجاز سريع جدا؟ أولا إن هي يعني هي ده مش نصيحة، أول حاجة دي مش نصيحة ده رجاء. أيوة. التليفونات التلفزيون ده المفروض يتمنع خالص. المفروض الطفل يمسك التليفون على الاقل وهو في اولى ثانوي ثالثه اعدادي عشان يبقى مدرك يعني عقليا على الاقل. ثاني حاجه التغذيه السليمه، الام تتعامل مع طفلها في البيت على الاقل، تحاول تقرا معاه كتير، تتكلم معاه القصص الحاجات، تعرفه بالاشياء، تاخده مع المطبخ، احنا هنعمل كذا هنجيب كذا، لا ده احنا اسمها وتسمي الحاجات باسمها. حلو. يعني انا هجيب تفاحه هقطع التفاحه هنعمل مش عارف ايه الكلام ده. طيب. كله نسبه التفاح بقى والحاجات دي. احنا نشكر فاكهتنا الاستاذه شهيره جمال الشاذلي اخصائيه التخاطب، هي تاخرنا شويه بس عشان ظروف مروريه، ان شاء الله على وعد ان هي تكون معانا في حلقات تانية ونبقى ونبتدي معاكم سيزون تاني من برنامجكم القهوه. الى اللقاء.